بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال أقمع يعني قلت ما عنديش شي علاقة بالتراويح ولا كيسولو باش كيبدا القرآن كيقرا من المصحف السلقة يعني كيبدا من الف لام ميم ذلك من الفاتحة الف لام ذلك وتيمشي رمضان كله حزبين كل يوم كيقرا من المصحف وفي نفس الوقت كيصلي التراويح بنفس الوتيرة حافظ القرآن كيقرا منه. واش هذا جائز؟ طبعا جائز له أجران، أجر التلاوة من المصحف وختم القرآن بالقراءة من المصحف، وله أجر القيام صلاة التراويح له أجر القيام وختم القرآن أيضا ذا اللي حافظ. إذن هذا لجوج الأعمال كيديرو في رمضان، كيصلي وحافظ القرآن الكريم، كيصلي التراويح يعني كيبدا من الأول من ألف لام ميم ذلك وهو غادي حتى كيختم يعني مع صلاة التراويح. وفي نفس الوقت ملي كيصلي التراويح ديالو كي يعني كيقعد يمشي للمصحف ويقرا حزبي، هذا له أجر التراويح. إذن هذا ما كاينش تعارض وأمر مقبول وزيادة في الخير، في الخيرات خير وفي رمضان الشهر هذا المبارك يعني نتسابق إلى الخيرات.